أعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما قلنا حمام الزينة أنواع كتيرة جدا وأشكاله كتيرة جدا، فعشان كده النهاردة هنعرف الفرق ما بين حمامتين فيهم شبه كبير جدا من بعض، هنعرف نفرق ما بين ده وما بين ده. هم حمامة الأرشنجل وحمامة نيورنبرج لار، والحمامتين دول ألماني. هنعرف بالتفصيل رينج الأسعار عامل إزاي، وهنعرف ألوانهم عاملة إزاي ومواصفاتهم وفرخهم وكل حاجة إن شاء الله. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة علشان يوصل لك معلومات على أنواع كتيرة جدا، وتكون عارف الفروق ما بين الحمام وبعضها، لأن أنواع كتيرة جدا تلاقيها بتتشابه في الشكل بس الاسم مختلف والمواصفات التفاصيل يعني بتكون مختلفة تماما. طيب الحمام ده سواء لارج أو سواء أرشنجل بيتميز باللون، يعني بيتميز بأنه يكون لونه رايق ما فيهوش تلطيش ما فيهوش مستوى، يعني هتلاقي الحمام ده بيطلع بالكربونه. القص تلاقي الدكر والنتايه شبه بعض، فرق حجم الدكر من النتايه، وتلاقي العيال طالعين نفس الالوان بالظبط سواء اللارك او سواء الارشنجل. يعني الفكره يعني ما فيهوش ايه انا عندي مستوى اعلى من التاني، لا انا عندي لون اريق من التاني او اروق من التاني ماشي، انما كمستوى هما كوبي، يعني ده شبه ده باختلاف الالوان. فاهمين الفكره؟ العيب الوحيد اللي يكون تلطيش، برضه نفس الكلام اللارك المفصص والبرلس او الكلير وينج نفس الكلام، اسطمبه ما فيهمش مستويات، ما فيهمش حاجه عندي مستوى اقوى من الثاني، لا انا عندي لون افضل من الثاني. من الفكره ده اول قاعده في الحمامتين اللي احنا هنتكلم عنهم النهارده. طيب مناعه اللارك اقل من مناعه الارشنجل، يعني الارشنجل مناعته اقوى من اللارك. يعني ايه؟ يعني الزغاليل بتاعت اللارك منتج كويس جدا ينتج، بس مشكله الزغاليل ما بتستحملش البرد، بتموت او بيجي لها تنفسي كتير ما نعرفش ليه، هو السلاله نفسها ممكن تكون كده. انما الارشنجل يعني ايه اقوى نسبيا في المناعه، وزغاليله بتكون صحتها اقوى ما شاء الله عليهم، يعني دول ما شاء الله من الانتاج. وفرخهم سهل سواء اللارك او الارشنجل، ما بيحتاجوش حضان خرافي، ممكن الحمام البلدي يحضن لهم، اليمني يحضن لهم. زي ما احنا شايفين مع بعض الحمامه دي حمامه جميله جدا جدا، اسمها حمامه نيورنبرج لارك، ده اختصارا لاسم المدينه اللي هي نشأت فيها الحمامه دي او النوع ده، ابتدوا ان هم يثبتوه هناك واطلقوا عليه اسم نيورنبرج نسبة لل يعني للمدينة اللي هي موجودة فين؟ في ألمانيا. فمعنى كده ان النوع ده ألماني، وألمانيا بتتميز بحمام كتير جدا. يعني النوعين بتوع النهاردة اللي هنقارنهم بين بعض هو اللارك ألماني او نيورنبرج لارك فهو ألماني، والأرشنجل برضو ألماني. فلازم نعرف الفرق ما بين النوعين دول كويس جدا علشان ما نتلخبطش ونكون ناس فاهمة. دي بتفرق جدا، يعني الحمامتين فيهم شبه من بعض، بس ايه الغاوي الصح هو اللي يهمه التفاصيل. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش اقول على ده لارك وما ينفعش اقول على ده ارشنجل، مع ان الاتنين شبه بعض بس في تفاصيل كتير جدا تفرق خالص. يعني بصوا لو جينا بصينا الجسم ذهبي هنا او برتقاني، الجسم هنا ذهبي. طيب خلينا الاول نشرح مواصفات النيورنبرج لارك ونشوف منه كام لون عشان ما نبتديش ان احنا نتلخبط مع بعض. ده اول لون اللي هو المفصص، تمام؟ يعني بتكون الجته كده زي ما احنا شايفين، الجته كلها ذهبي والكتاف مفصصه زي ما احنا شايفين كده، البطن ذهبي والرقبه ذهبي ما عدا الكتاف مفصصه والخطين واضحين. شايفين الفكره؟ والمفروض يكون مش واضحين كمان، المفروض يكون كله مفصص معايا. ده النيورنبرج لارك دايما بيكون اقرع، يفضل ان عينيه تكون حمراء او الجفن حوالين الجفن يكون احمر، لو احمر بقى ميزه. طيب في منه الوان تانية؟ في منه لونين كمان غير ده، مفيش غيرهم. لون بيكون الكتف ابيض خالص وبخطين سود، يعني ما تلاقيش النقشه دي، شايف النقشه دي؟ النقشه دي مش هتلاقيها موجوده، هتلاقي الكتف كله ابيض والخطين واضحين هما اللي موجودين في الكتف.
واللون الثالث اللي هو ده زي ما احنا شايفين كده نفس التركيبه بالظبط، بس ايه الكتاب كلها بيضة زي ما احنا شايفين كده. شايفين بيضة ازاي اهو؟ ده اسمه بارلس، يعني اللون ده اسمه بارلس. ليه؟ لان هو ما فيهوش بار، فاقد للخطين. يعني احنا كده اللارك عندنا منه ثلاث الوان فقط لا غير. طب ينفع اللارك يكون رقبته حمراء؟ لا ما ينفعش. طب الكلام ده موجود فين؟ الكلام ده موجود في الارشنجن. طب نيجي بقى نشوف الحمامه دي، يعني اعلى سعر هنتكلم فيه النهارده هو اللون اللي قدامنا ده. ده ممكن تلاقي جوز بيوصل ل 3000 جنيه. ليه؟ لان هو مش موجود، فانت عايز تجيبه هتجيبه من بره مخصوص. فشوف هيكلفك كام وقول لي في التعليقات بكام. فاهمين الفكره؟ في ناس ما يهمهاش كل الكلام ده، بس الفكره احنا بنعرف الشيء. يعني النهارده اهو عرفنا اللارك اهو، ادي واحد وادي التاني، لونين اهم، وفي اللون التالت اللي اتكلمنا عليه ده بالنسبه بقى لللارك. طب نيجي نبص للارشنجل ونتكلم عليه. حلو، الارشنجل لازم دايما يكون بدبوس. طب لو من غير دبوس عيب خطير جدا، ومش هتلاقي، يعني صعب جدا ان انت ايه تلاقي ارشنجل من غير دبوس، زي ما هو صعب جدا تلاقي لارك بدبوس. يعني لو اللارك بدبوس خلاص ده باظ، ده مش لارك، ما يعتبرش لارك، وما يعتبرش نيورنبرج لارك. فاهمين الفكره؟ طب نرجع للارشنجل. الارشنجل ممكن تلاقي فيه رقبه حمراء، ده ارشنجل برقبه حمراء غير الرقبه الصفراء اللي احنا شفناها. شايفين الفكره عامله ازاي؟ في منه بخطين وفي منه من غير خطين. فاحنا كده عرفنا شكل الارشنجل وشكل اللارك علشان الناس ما تتلخبطش ما بينهم او تكون عارفاهم للمعلومه. انت غاوي حمام، فانت لازم تعرف الانواع الكتيره اللي حواليك بتكون عامله ازاي علشان تكسب خبره. هي الفكره ان انت بتكسب خبره عن طريق المعلومات وعن طريق الممارسه. الارشنجل بيتميز ان هو رقبه ذهبي ورقبه حمراء. طيب الالوان، تلاقي الكتاف هتلاقيها ساعات سودا حلكه، ده اللون الاساسي. هتلاقي لون رمادي وبخطين، وهتلاقي رمادي من غير خطين. هنشوف برضو الرمادي اللي من غير خطين ده. ده ارشنجل بارلس ازرق وفي منه بخطين. فاهمين الفكره؟ بس برضو الرقبه ايه؟ رقبه حمراء او رقبه ذهبي، في منها رقبه حمراء بس مش عندي حاليا. برضو ده ارشنجل اللي بخطين اللي احنا بنتكلم فيه، بخطين ومن غير خطين. وهتلاقي منه اسود وبدماغ بيضة، وهتلاقي منه برقبه حمراء وكتف سودا. يعني هتلاقي الالوان بتتغير على الجتتين، الحمراء والصفراء. ده اسمه ابيض، يعني اسمه ارشنجل ابيض بخطين. طيب في منه من غير خطين. شايفين الفكره؟ يعني ده كلير وينج وده بخطين. في منهم على رقبه حمراء نفس الالوان دي. وزي ما قلنا في بقى ايه، هتلاقي كتاف رصاصي بخطين ومن غير خطين، وهتلاقي كتاف سودا، وهتلاقي يعني هتلاقي في الارشنجل الوان مميزه شويه، او هتلاقي الوان اكتر من اللي هو زي ما قلنا ايه اللارك. فعشان نقدر ان احنا نعرف التفاصيل دي لازم نستوعب الفيديو ده كويس. ليه؟ لان ده الفرق، يعني ده الفرق ما بين الغاوي اللي عايز يعرف كل حاجه والغاوي اللي ما يفرقش معاه ياخدها بالشبه. انا هم دول شبه بعض بالظبط، او فيهم شبه كبير من بعض. جميل، لازم تعرف الفرق ما بين الاثنين. طيب متوسط اسعار الارشنجل ده كام؟ ممكن تلاقي الجزء ب 2000 جنيه 1500 جنيه بالقليل قوي. يعني ده هتلاقيه ب 2000 جنيه مش هيقل عن كده، لان اللون الكلير وينج ده مش منتشر برضو قوي. هو موجود بس مش منتشر خالص يعني. فممكن تلاقي جزء ب 2000 جنيه، مش اكتر من كده ان شاء الله. يعني